السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. على بعد 35 كيلومترا من الرباط وسبع كيلومترات فقط عن سوق بوزنيقة تقع قرية اسمها الغوازي، قرية هادئة يعمل أهلها في الزراعة. ومن أهل قرية الغوازي الشيخ عبد القادر العسال، كان مزارعا ورث عن والده أراضي فلاحية تقارب مساحتها 20 هكتارا، وكان يسكن بيتا فسيحا في القرية مع زوجته وبناتهما الست وولدهما الوحيد حسن، كان ولدا مدللا. نحن الآن في 40ات القرن الماضي. لما بلغ 18 كانت الحرب العالمية الثانية مستعرة، وكانت فرنسا التي تحتل المغرب قد تعرضت للاحتلال النازي. رفض حسن ابن الشيخ العسال الذهاب إلى المدرسة، كان يرفض بإصرار أيضا أن يتعاطى للأعمال الفلاحية. كان ذلك يذكي حسرة حارقة في قلب والده الذي يرى وبأم عينه المآل الذي ينتظر الأرض التي ورثها عن آبائه، كان يرى أن مآلها الضياع. كان حسن يخالط أبناء معمرين فرنسيين كانوا يستغلون ضيعات مجاورة لقرية الغوازي، وقد وسوس له أحدهم ذات يوم بأن يلتحق بالجيش الفرنسي بعدما زين له ما سيحصل عليه. بالنسبة للمعمر الفرنسي، فإن التحاق حسن بن عبد القادر العسال بالجيش الفرنسي يعني جنديا إضافيا يعزز القوات الفرنسية، وبالنسبة للشيخ عبد القادر العسال فإن ذلك يعني خسارة كبرى، إذ لم يكن له من الأبناء سوى حسن وسط 6 بنات. كذلك بدأ مشوار طويل في حياة حسن بن عبد القادر العسال. بعد تدريب سريع التحق كجندي بفيلق الرماه المغاربة ضمن القوات الفرنسية التي عبرت لتحرير فرنسا من النازية. التاريخ الفرنسي الحديث يذكر الدور الهام الذي لعبه أولئك الجنود المغاربة في سبيل تحرير فرنسا من النازية، كثيرون منهم ماتوا من أجل استقلال فرنسا. بلغت الوحدة التي كان الجندي حسن بن عبد القادر العسال ضمنها إلى مشارف باريس. كانت القوات الألمانية تتراجع، انفرط عقد وحداتها وتاه الجنود بين هارب إلى بلجيكا ومختبئ في الأدغال وهارب إلى الأراضي السويسرية. كانت المهمة الموكولة إلى الوحدة التي يوجد ضمنها حسن البحث عن الجنود الألمان وأسرهم واقتيادهم إلى ثكنة أعدت خصيصا لذلك وتقع جنوبي باريس. توجه حسن مع رفاق له من الجنود المغاربيين إلى إحدى القرى القريبة من العاصمة الفرنسية. كانت القيادة قد توصلت بمعلومات تفيد بوجود مجموعة من الجنود الألمان في تلك القرية. أثناء تلك المهام دخل حسن بن عبد القادر العسال مساكن ومباني لم يخطر بباله يوما أن يطأها، كانت خالية، فر السكان وتركوا وراءهم كل ما يملكون. وبينما كان حسن وثلاثة جنود آخرين يجوبون أزقة القرية باغتتهم نيران كثيفة، كان مصدرها منزل فخم في أعلى تلة. قتل رفاق حسن الثلاثة وتظاهر هو بأنه قتل إذ ألقى بنفسه بين جثثهم. عم القرية سكون يشبه سكون المقابر. كان حسن حريصا على ألا يغير وضعه. ثم بدأت تتناهى إلى سمعه من بعيد أصداء وقع خطى. كان القادم جنديا ألمانيا، وما أن صار في مرمى النار حتى فاجأه حسن بطلقات نارية أردته صريعا. لم يكن في ذلك الجانب من القرية سوى ذلك الجندي الألماني. تولى حسن دفن الجنود الثلاثة بعد أن أخذ أوراقهم وأسلحتهم، ثم اقترب من جثة الجندي الألماني، كانت عيناه مفتوحتان. جرده حسن من بندقيته الرشاشة ثم بدأ يفتشه. كان يحمل في ملابسه الداخلية لفافات لأوراق نقدية فرنسية. كانت تلك مفاجأة بالنسبة للجندي حسن العسال. أخذ المال ودسه في ثيابه،
غير بعيد تراءى له باب مفتوح، كان باب منزل من أفخم بيوت القرية. دخل يمشي بحذر شديد، قام بجولة في أرجاء المنزل، ولما أيقن بأن لا أحد هناك دخل غرفة النوم واستلقى على سرير كبير. ما أن وقع جسمه على السرير حتى أحس بوجود كتل صلبة به، نهض مسرعا، أخرج سكينه ومزق الفراش. كان يخشى وجود لغم أو قنبلة، ولكنه وقع على كنز حقيقي. في أكياس دست في الفراش مجوهرات وقطع نقدية من ذهب. استعمل إزارا وربط المجوهرات موزعة على كامل جسمه. وبينما كان يغادر ذلك المنزل لاحظ وجود 9 جنود ألمان وهم يحاولون التسلل. غير مسلكه وفاجأهم من الخلف، أطلق 10 عيارات للتحذير ثم أمرهم بالاستسلام. لم يكن أمامهم خيار آخر، كبلهم وساقهم إلى الثكنة. في تلك اللحظة صار الجندي حسن بن عبد القادر العسال بطلا كبيرا، تم الاحتفاء به في الثكنة، وبعد أيام في مقر القيادة العامة بحضور الصحافة تم منحه وساما ورتبة استثنائية، وصار معروفا بالجندي الذي أسر بمفرده ودفعة واحدة 9 جنود ألمان. لم تكن أصداء ذاك الاحتفاء تصل إلى قرية الغوازي حيث يقيم والد ووالدة وأخوات الجندي حسن بن عبد القادر العسال. لم يكن يعلم وهو في فرنسا أن والده كان طريح فراش المرض منذ ما يزيد عن 2 عامين. كان بعيدا عن أضواء الاحتفال يتحين الفرصة لينقل كنزه إلى المغرب. وذات صباح جاءه بريد من القيادة العامة للقوات الفرنسية ينعي إليه والده الشيخ عبد القادر العسال. منح عطلة 2 أسبوع، وبرغم الألم الذي أحسه لوفاة والده فإنه رأى في تلك العطلة فرصته الذهبية لنقل المال والمجوهرات إلى المغرب، وكذلك كان. بعد أيام كان في القرية يقاسم والدته وأخواته الحزن على رحيل الوالد. كانت والدته لا تخفي انشغالها إزاء مآل الأرض الفلاحية التي تملكها الأسرة. قالت له ذات صباح إنها لم تعد قادرة على الاعتناء بالأرض وإن عليه أن يتزوج. اقترحت عليه فتاة في 15، كانت بنتا لإحدى قريباتها. لم يعارض حسن. تمت خطبة الفتاة ودون إقامة حفل دخل بها. كان قد اشترى بجزء من المال الذي وجده على جثة الجندي الألماني منزلا في الرباط أسكن فيه أمه وزوجته وأخواته. أوكل أمر الاعتناء بالأرض إلى أحد أصهاره، وأودع ما بقي لديه من مال أحد البنوك، وسلم الحلي والمجوهرات وقطع اللويز إلى أمه وجعلها وديعة له عندها. انقضت العطلة وصار عليه أن يعود إلى فرنسا. كانت الحرب العالمية قد وضعت أوزارها وتم تحرير فرنسا. تم تكريم الجندي المغربي من جديد، هذه المرة بحضور الجنرال دوغول. كان يتوق إلى اليوم الذي يغادر فيه الجندية، ولكن شخصية البطل التي صارت تلازمه تحول بينه وما يريده فعلا. في مطلع 50 كان في جملة القوات التي أرسلت إلى منطقة الهند الصينية حيث كانت متأججة الثورة على الاستعمار الفرنسي. في سجلات التاريخ ما يفصل الهزيمة التي منيت بها القوات الفرنسية بنهاية تلك الحرب في 1954. عاد حسن بن عبد القادر من الهند الصينية وقد فقد ساقه الأيمن. تمت ترقيته إلى رتبة اليوتنو ثم أحيل على المعاش. كان فقدانه ساقه قد أثر بشكل كبير على طبعه، كما أن الفترة التي قضاها في صفوف القوات الفرنسية نحتت شخصيته وجعلته يستنسخ حياة الثكنات ويطبقها على أسرته الصغيرة في الرباط. لم يكن ذلك ليمر دون أن تكون له آثار على حياة تلك الأسرة الهادئة. رزق اليوتنو حسن العسال ولدا وحيدا من زوجته. كان الولد في 8 أو 9 من العمر، وقد أخضعه لتربية قاسية للغاية، فقد جعله جنديا لا يحق له أن يعصي أمرا تلقاه من قائده والده. لم يستطع الرجل أن يميز بين الجندي الذي كان والأب والزوج الذي يجب عليه أن يكون.
لما شب الفتى وكان قد سماه عبد القادر تيمنا بجده، فرض عليه الزواج من إحدى بنات عماته. لم يكن الشاب يحس ميلا إليها، ولكنه مرة أخرى أحس أنه جندي وأن عليه أن يمتثل للأمر. تزوجها. بعد عام وضعت مولودا ذكرا ثبت أنه مصاب بتخلف عقلي. ثم بعد بضعة أعوام ولدت له مولودا آخر وكان يعاني من تشوهات خلقية. أيقن عبد القادر وأيقنت زوجته أيضا بعد استشارة الأطباء أنهما لقرابتهما قد لا يستطيعان إنجاب أطفال أسوياء، وقد وافقت زوجته أن يتزوج أخرى عساه يرزق بمولود سوي. لم يكن ليوتنان يعلم بما تم التوافق عليه. لم يكن عبد القادر الابن ليجرؤ على الحديث إلى والده في هذا الأمر، ولكنه كان قد قرر أن يتمرد بطريقته. تقدم إلى إحدى قريباته وطلب منها أن تخطب له فتاة تكون زوجة ثانية له. بعد بضعة أيام كان يعقد قرانه على فتاة تنتمي إلى أسرة فقيرة اسمها راضية، كانت تسكن بدورها في المدينة العتيقة للرباط. كان يقضي ليلة عند الزوجة الجديدة وليلة عند زوجته الأولى. مرت فترة قبل أن يفتضح الأمر، فقد وبخته والدته لما علمت. ثم بلغ إلى علم اليوتنو أن ولده عبد القادر شق عليه عصا الطاعة وتمرد وتزوج امرأة ثانية دون إذنه ولا علمه. بالنسبة لليوتنو العسال فإن تلك كانت قمة العصيان والتمرد. لما علم اليوتنو حسن العسال كانت راضية الزوجة الثانية لابنه حاملا في شهرها الثالث. لم يكن يعلم ولم يكن يبدي حرصا على أن يعلم. تحركت بداخله روح العسكري الذي لا يقبل أن يعصى له أمر. أقسم بأغلظ الإيمان أن يطلق ولده من تلك التي تزوجها خلسة. دعا عبد القادر وأمره بصيغة لا تحتمل قراءة أخرى أن يأتيه في الغد بوثيقة تطليق راضية. لم يكن من خيار أمام عبد القادر، وقد وضع مرة أخرى في موقف الجندي الذي عليه أن يمتثل للأوامر بلا تردد ولا نقاش. توجه إلى مكتب العدول وأعلن أنه يطلق زوجته راضية بنت المختار الزعيم. حدث هذا سنوات قبل أن تعتمد مدونة الأسرة في المغرب. بعد يومين أو ثلاثة كان أحد أعوان اليوتنو يطرق باب أسرة راضية ويبلغها بأن عبد القادر العسال زوجها قد طلقها. كان لذلك وقع الكارثة على عائلة المختار الزعيم. لكن الذي لم يكن يعلمه اليوتنو العسال ولا حتى راضية وعائلتها أن عبد القادر بعد أن طلق زوجته سأل العدلين عما إذا كان بمقدوره أن يراجعها، ولما أخبراه أعلن أنه يراجعها وأشهدهما على ذلك. لم تكن عائلة راضية تعلم. مرت ثلاثة أشهر، صار الحمل ظاهرا على راضية التي توارت عن الأنظار، وانقطع كل خبر عن عبد القادر. كان اليوتنو وقد فرض على ولده نوعا من الإقامة الجبرية في البيت، فرض عليه ألا يبرحه إلا بإذنه، وبذلك حال بينه والتواصل مع راضية. ومن جراء ذلك الوضع مرض عبد القادر مرضا شديدا ألزمه الفراش. سعى والده إلى أطباء كثيرين من تخصصات مختلفة علّه يجد شفاء لولده السقيم. في منزل المختار زعيم غابت الزغاريد لما وضعت راضية مولودها، كان ذكرا. لم تكن تلك الأسرة الفقيرة ترغب في الاحتفال. بعد أيام رحلت راضية عن البيت لتستقر عند خالة لها في حي مجاور. بعد بضعة أسابيع وقد صارت لا تطيق البقاء في الرباط قررت أن تختفي. ذات صباح حملت الرضيع بين يديها ثم خرجت. توجهت إلى منزل اليوتنو والد زوجها، كانت تريد أن تضع الوليد في الباب ثم تختفي. لما وصلت فاجأها وجود أناس من أعوان اليوتنو عند الباب، ولذلك حولت وجهتها إلى مسجد الحي الذي لا يبعد كثيرا. كان باب غرفة الآذان مفتوحا، تسللت إليها، وضعت الرضيع وكانت قد دست في ملابسه رسالة موجهة إلى عائلة اليوتنو: خذوا ابنكم. نظرت إلى الرضيع نظرة أخيرة ثم توارت
وذابت في الزقاق المحاذي للمسجد، توجهت إلى محطة القطار وأخذت وجهة طنجة. في منزل اليوتنان ساء حال عبد القادر فنقل إلى إحدى المصحات، كان ممتنعا عن الأكل منذ مدة، أصيب بالهزال ولم يعد يقوى على الكلام. في المصحة وضع رهن العناية المركزة، كان اليوتنان يعاني في صمت، بدأ يفقد صلابة الجندي. في المصحة تمكن طبيب من أن يربط علاقة ود مع عبد القادر، أقنعه بأن ينهي إمساكه عن الطعام، ثم بعد بضعة أيام استطاع أن يعلم منه سر مرضه. علم أن والده أجبره على تطليق راضية بينما كان ينتظر منها مولودا، ولذلك فوجئ اليوتنان في اليوم التالي بحدة خطاب الطبيب الذي وبخه على ما قام به. وقتها فقط أدرك اليوتنان العسال حجم المأساة التي تسبب فيها. في طنجة التي وصلتها مساء لم يكن لراضية عنوان معلوم تمضي إليها. لفت انتباهها مسجد السوريين بهندسته المختلفة عن باقي مساجد المدينة. في العام 84 كانت قد مرت بضع سنوات على تشييده، تقدمت إلى منزل الإمام، طلبت منه أن يأويها. كان يسكن هناك مع زوجته وثلاثة من أطفالهما. في تلك الليلة حكت راضية مأساتها. تأثر الإمام لما سمعه منها، ولذلك سعى لدى محسن سوري هو رجل أعمال كان ممن ساهموا في المسجد ليساعدها. فاجأته بأن طلبت منه أن يشغلها، صارت خادمة في منزله، ولاقت من أهله معاملة طيبة. وذات يوم قرر رجل الأعمال الانتقال إلى إسبانيا لدواعي تتعلق بأعماله، وبينما كان يهم بإعداد الأوراق لراضية لتسافر مع الأسرة فاجأه أن وجد صورتها في إحدى الجرائد. كان اليوتنان قد نشر تلك الصورة محاولا العثور على المرأة واسترجاع الوليد. كان الإعلان مرفوقا برقم هاتفي، اتصل به رجل الأعمال السوري، دل اليوتنان على عنوانه. في الغد كان اليوتنان العسال وزوجته بالباب، جاء معتذرا، ولما علمت راضية ما آل إليه عبد القادر رقت لحاله ووافقت على العودة إلى الرباط. ولكن صدمة اليوتنان كانت قوية إذ علم من راضية أنها أودعت الصبي غرفة المؤذن في المسجد المجاور، كانت تحسب أنه في كفالته الآن. قالت إنها تركت معه رسالة موجهة إلى عائلة اليوتنان العسال. كاد الجندي السابق يجن، خاصة لما علم أن راضية ولدت صبيا. في الرباط أجرى اليوتنان اتصالات مع كل معارفه، كان يريد الوصول بأقصى سرعة إلى حفيده. عرض الأمر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية. انطلقت التحريات من غرفة المؤذن بالمسجد المجاور لمنزل اليوتنان. علم المحققون أن الفقيه لما عثر على الصبي سلمه إلى الشرطة، وبالرجوع إلى السجلات اتضح أن الصبي سلم لزوجين ثريين طلبا التكفل به. بدأت معركة قضائية بين اليوتنان والزوجين اللذين تبنيا الصبي. كان ما عقد القضية أكثر أن الزوج الثري سجل الصبي في دفتر الحالة المدنية باعتباره وليدا متخلى عنه. كان اليوتنان يقسم بأغلظ الأيمان أنه على استعداد لينفق كل ثروته من أجل استرجاع الحفيد، وكان الرجل الثري الذي تكفل بالصبي مصرا على الاحتفاظ به. في ساعة الحسم لجأ القاضي إلى حل يقضي باستعادة اليوتنان حفيده وبأن تتاح للزوجين اللذين تكفلا به زيارته متى شاء ذلك. كان عبد القادر ينتظر وقد تحسنت حالته الصحية بعد أن علم بعودة راضية. يوم استرجع الوليد توجهت به راضية إلى المستشفى. في ذلك اليوم احتضن عبد القادر ولده للمرة الأولى، سماه المختار إرضاء لوالد راضية التي علمت أن عبد القادر راجعها يوم طلقها. كان الذي حدث درسا وعبرة لليوتنان حسن العسال. بعدها فقط أدرك أن الأسرة لا تساس بإيقاع الثكنات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.